أبونا كل مكان زارته العائلة المقدسة ميزته بشيء معين، زي مثلا بير شربت منه أو مجورة عجنت فيه القديسة العذراء مريم، إيه اللي بيميز المكان هنا في المعادي؟ اللي يميز المكان هنا في المعادي ما يخص العائلة المقدسة هو السلم الأثري اللي عدت منه العائلة المقدسة. احنا عارفين ان العائلة المقدسة جت من منطقة أرض فلسطين وجت شمال مصر ناحية العريش ورفح، وبعد كده وصلت للدلتا ولفت لفة كبيرة في الدلتا لغاية ما وصلت لوادي النطرون، وبعد كده راحت لمنطقة المطرية، وبعد كده مصر القديمة، ومن مصر القديمة جت على المعادي، ومن المعادي خدت مركب ابتدت بيها رحلتها لصعيد مصر. فعدوا من السلم الأثري اللي هنا وركبوا مركب ابتدوا بيهم رحلتهم لصعيد مصر اللي استمرت لدير المحرم. تمام يا قدس أبونا، يمكن قدسك كده جاوبت لنا على سؤال ترتيب المكان هنا في المعادي بالنسبة لمسار رحلة العائلة المقدسة، لكن لو هنسأل أكتر ونقول الترتيب يعتبر مثلا الترتيب الكام في مسار رحلة العائلة المقدسة؟ هو المعادي في نص الرحلة بالضبط، منتصف الرحلة. في منتصف الرحلة بالضبط. تمام، يعني كده فهمنا من قدسك إنه العائلة المقدسة ده بالنسبة لها المعادي كانت في المنتصف. تمام يا أبونا، احكي لنا بقى يا أبونا عن الكنيسة من الداخل والحاجات اللي بتميزها إيه؟ الحقيقة في كذا حاجة تميز الكنيسة من الداخل. من أشهر الحاجات دي هو حامل الأيقونات اللي احنا واقفين قدامه، وده غالبا يكون من الترميم اللي حصل في عهد المعلم إبراهيم الجوهري، وده من الخشب المعشق يعني مش مستخدم فيه مسامير. كمان التلات قباب الأثرية اللي شفناها واحنا داخلين الكنيسة. كمان الكنيسة بتتميز بمجموعة كبيرة من الأيقونات الأثرية اللي رسم أغلبها أناستاسي الرومي، وفي أيقونة ورا للعذراء رسمها يوحنا الأرماني، والاثنين دول من أشهر الرسامين في نهاية القرن 18 بداية القرن 19. ما يميز الأيقونات بتاعت أناستاسي الرومي هنا في الكنيسة إن كتير منها حجمه كبير، يعني أغلب أيقونات أناستاسي حجمها متوسط، لكن هنا الكنيسة فيها مجموعة من أيقونات أناستاسي الرومي بالحجم الكبير. وبرغم يا بونا تعدد الرسامين اللي رسموا، إلا أنه بنحس أنه هي كلها وكأن رسمها رسام واحد، يعني روح الأيقونات كلها واحدة داخل الكنيسة، وده شيء جميل قوي مريح للعين.